أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان قرارا بالعفو عن رئيس الحركة الشعبية فرع الشمال مالك عقار ونائبه ياسر عرمان. قال التلفزيون الرسمي إن البرهان أصدر مرسوما جمهوريا بالعفو عن عقار وعرمان وإلغاء أحكام الإعدام الغيابية الصادرة بحقهما رفقة آخرين. واعتبرت الحركة قرار البرهان خطوة مهمة لبناء الثقة والمساهمة في الوصول إلى السلام في السودان.